كان خارج عن ارادتي، لكن انا عايز اعبر عن سعادتي هنا لكوني مشترك في مناقشة شائع كبير هو مسمى الحداد، وانا دائما انا عم بتواصل مع الشاعر عاطف عبد الحداد. في الحقيقة عنواني العشوائي يبدو نمطا من الكتابة المختلفة، سواء على مستوى العنوان او على مستوى الكتابة، حتى الكتابة الخطية. اولا العنوان اذا تأملنا فيه سنجد ان صيغة الالف واللام، الف ولام العهد العشوائي، هي صيغة عادة يعني معظم اذا تأملنا عناوين الدواوين، لا سيما الدواوين الحديثة، لا نجد ان الدواوين تتجه على فكرة المفردة الواحدة وبألف ولام المغرية بالتعريف، لأننا جميعا نعرف أن الشعر يهرب من الوضوح الصاخب، فإذا بنا أمام ديوان يتعمد أن يصف يعيد يصنع إيحاء الصيغة إلى الذات المتمثلة في كأنها اسم فاعل، صحيح هي مش اسم فاعل على مستوى النحو، لكن فعلية الذات الموجودة واللي بتحيل الى فاعليه الفوضى، مفارقه بين حضور الذات باعتبار ان الذات قادره على صنع اشياء بها قدر من التنظيم او قدر من القصديه، والفوضى المتمثله في فكره العشوائيه التي ستحيل عندما نقرا متن الديوان الى فاعليه التدمير والرغبه في اعاده بناء العالم على غير النظام المسبق. هذا نمط من الاختلاف على مستوى العنوان. اما اذا يعني فتح القارئ الديوان لكي يقرا سوف يدهش ايضا بمفارقه، هو مكتوب على غلاف الديوان شعره فصحى، والقارئ صاحب المرجعات المستقره او الساكنه الذي يعرف اشكال الشعر وربما على الاقل يعرف ان الشعر يكتب وفقا لمنطق الاسطر، يعرف توزيع الكلمات والاسطر على فضاء الصفحه، فيجد ان هذا التوزيع جاء صادما، فاذا بالقارئ يفاجئ بنمط الكتابه الذي يشبه كتابات الروايات مثلا او القصص القصيره او حتى الكتب العلميه، نمط من الكتابه المتتابعه كما نرى في اي كتاب، وهي صدمه اخرى لافق التلقي لدى القارئ. وإذا كان ملمح الإيقاع هو آخر الجدر الفاصلة التي انهدمت بين الشعر والنثر، فكان من البديهي أن تظل القصيدة وفية لنمط الكتابة الذي يشبه نمط كتابة قصيدة التفعيلة، لكن أسامة آثر أن يقوض ذلك النمط أيضا. صحيح أن هناك تجارب كتبت الشعر بهذه الطريقة، يعني نجد مثلا نجاة علي في آخر ديوان مثل شفر السكين، نجدها حريصة على أن يظل النص الختامي مكتوبا بنفس الطريقة الكتابة التطوعية التي تومي إلى الناس أكثر من كونها تحيل إلى الشعر. لكن أن يضع أسامة نص العشوائي ليكون في صدارة الديوان فهو أمر لافت جدير بالتأمل والاهتمام. لذلك سوف يعني بعد تلك المقدمة في التأمل في فكرة العنوان توزيع الكلمات بالشكل النثري الذي آثر أسامة أن يأخذ بالقارئ أو يمسك بتلاذيبه ويقول له انتبه أنني أصنع شيئا مغايرا، سنرى أيضا مفارقة أخرى بين الديوان على المستوى البنائي، فالديوان يكاد يقتسم بالعدل أو يظل كأنه نصفين، كأنه نصفان، النصف الأول هو قصيدة العشوائي التي تمتد لحوالي 50 صفحة، والنصف الثاني هو مجموعة الومضات التي تتحرك في الديوان يمكن من صفحة 52 بعد ملاحظات العشوائي ل 103، فكأن الديوان قسمة عادلة بين ذلك النمط الكتابي الذي أشرنا إليه، النمط النثري، والنمط نمط الومضة الذي يعيد مرة أخرى الحيوية والحياة لقصيدة الومضة أو الأبيجراما، الومضة الشعرية الخاطفة التي لا تتجاوز الصفحة الواحدة، وإن أثر أسامة أن يضعها تحت لافتة عنوانية ربما ليصنع أشكالا من المفارقة بين بنية العنوان عنوان الومضة أو عنوان القصيدة القصيرة وبنية النص نفسه الومضة أو القصيدة القصيرة.
الحقيقه ان هناك ايضا مفارقه صادمه للقارئ، لان النص العشوائي يتحرك من حيث الكتابه عن الذات الممتلئه عن العالم انجاز التعبير في النصف الاول، والنصف الثاني يتحرك مع الكتابه عن اشياء العالم وكائناته وفخوصه. وبالرغم من هذه المفارقه على مستوى الصياغه وعلى مستوى الحجم الكتابه وان هذه قصيده واحده وفي الجزء الاخر ومضات متعدده، لكن يظل جوهر الرؤيه واحدا. لا اظن ان الديوان كان مبنيا بشكل عشوائي، وانما هو يصنع ديوان، متن الديوان يصنع مفارقه ايضا بين عنوانه الذي يوحي بانه شيء صنع على غير تركيب، ولكن ما صنعه اسامه يذكرني بمقوله ادوارد الخراط عندما كان يصف بعض الكتابات الجليله وقال: تبدو عفويه لفرط تجويد الصدر. لا اظن ان اسامه كان يعبث عبثا مجانيا او يغادر ويحلق حول لا شيء، لا ارى ان الخيال عند اسامه كان يحلق بجناحين من الحقيقه، يحاول دائما ان يتحرك وفقا لرؤيته المهيمنه التي نستطيع او يستطيع القارئ الفاطم ان يميزها سواء في نص العشوائي او في الوبرات. وجوهر الرؤيه يكاد يتحرك من فكره الرغبه في تصوير العالم انجاز التعبير، ليس التصوير بالظلال بمفهوم الظلال السياسيه او الاجتماعيه او ما الى ذلك، وانما في التصور الشخصي ومحاوله لنقل العالم من حالات الخمول والكسل والهدأ والاعتيادية والنمطية إلى حالات النشاط والترقب واليقظة والدهشة. بالرغم من أن الذات المشاكسة للعالم أو الذات المشاكسة للعالم تعترف بخوائها الظاهري وعدم فعاليتها، إلا أنها تعيد صياغة العالم وفي تلك الفاعلية. إعادة ترتيب العالم أمر بالفعل لا يقدر عليه إلا الشعراء الكبار، وكأن أسامة في ذلك الصخر الذي يعترفه ويشكل عالمه ويتحرك مع العالم دون أي رقابة. أسامة يقابل صخب العالم بصخب مضاد، ويبدو ظاهريا صخبا غير دال، لا يحيل إلى دلالة ولا رؤية، لكنه عند التأمل نجده ينطوي على رؤية واعية تعي دور الشاعر في العالم في هذه اللحظة المرتبكة المعقدة، وتحاول أن تطلق طرفتها في فضاء العالم قبل أن يبتلعها الصمت أو يكترفها العدم. الحقيقة يعني الديوان يثير مجموعة من الملامح والرؤى أو التيمات التي من الممكن أن نتحرك معها. وعندما كانت لي دراسة مستقلة في كتاب مغامرات نصية عن نص العشوائي، وكنت قد رأيت فيه امتدادا للرومانتيكية بالمفهوم الذي أصله الناقد الكبير يان كولافرين حينما كان يتحدث عن الرومانتيكية والواقعية. يعني ولعل الكثير قد قرأ هذا الديوان كتاب الرومانتيكية والواقعية ليان كولافرين، كان يطرح رؤية عميقة ويقارن بين الرومانتيكي الإيجابي والرومانتيكي السلبي. لا أقول هذا بالطبع لكي المصنف أسامة ونضعه تحت لافتة مذهبيه ونقول انه نموذج للرومانتيك الايجابي، لكنه استلحم تلك الرؤيه. فكان يفرق ينقل لافرين بين الرومانتيك السلبي، هو الذي يظل عاجزا للذات المنطويه على احزانها التي تكبر احزانها بعيدا عن ذخر العالم، التي ترى نفسها الجوهر الغريب النادر عن العالم، وتمارس فعل الشجون وكتابه القصيده الناعمه او المخمليه، وتمارس البكاء على طريقه ابراهيم ناجي مثلا: كل شيء صار مرا في فمي بعدما اصبحت بالدنيا عليمه، قاهدا ياخذ عمري كله ويعيد الماضي والطفله القديمه. مثل هذه النظرات التي كانت بمعنى من المعاني نموذج للرومانتيكيه السلبيه، اسامه يعيد نمط الرومانتيكيه الايجابيه انتاجه كعرق او كرافق للقصيده، انه يمجد الفوضى. وقد تحدث جان جاك روسو عن مثل تلك القيمه وكان نموذجا لها كما ذكر ايضا يان كولافرين. لكن نلاحظ ان الذات لدى اسامه هي ذات بالرغم من انها تعي دورها وتعرف انها ليست امتدادا للذات القديمه، لكنها دائما تتحرك كما قلت في اطار من رفض الانطوائيه
كما يقول لم يكن انطوائيا يرتدي نظارة سوداء، إنه الغرائبي يفعل غير المتوقع ويضع نظرية الاحتمالات في سيارة طائفة ويتركها على الحافة. وفكرة تمجيد الفوضى أيضا التي أشرت إليها، نعم أنا عشوائي، لا أضع أهدافا للخروج إلى الشارع أو أنتظر نهاية كلاسيكية للعلاقة مع سيدة أحبها ولا مأساة عاشق فاسد أيضا. لا أريد تلك الكلمات الخادعة المخادعة من أجل سيطرة مؤقتة. وهذه الذات الحدثية ربما تعترف أيضا برغم من وتلك المفارقة الأخرى، لأن الروايات المحكومة مبنية على مجموعة من المفارقات كما أشرت، هذه الذات التي تمتلئ العالم وتعيد صياغته تعترف أحيانا بخوائها. فيقول مثلا: أنا مرتبك، أقول الأشياء ونقيضها، وأحتفظ بزوبعة في حقيبة مدرسية واضطرابات في صور على الحائط، تستكين عندما أقفز من البراويز، وغالبا ما أجد مسافرة تجلس معي وابتسامتها تغني لغياب يكبر داخلي. يعني كي لا أطيل في تأمل النص العشوائي، سوف أحاول أن تكون مداخلتي أو الجزء المتبقي منها مختصرة على تحمل الومضات التي في الجزء الثاني من الديوان. وإن كان يعني من ملاحظة أخيرة على هذا الجزء، فهو أننا نلاحظ أن نمط الكتابة يغدو معتمدا على طريقة البوح، يعني آلية ما الذي يصنع الشعر في هذا الجزء من الديوان. في تصوري الشخصي ان طاقة البوح وعنفوان التوهج وتلقائية الصياغة هي ما يشكل مركز الثقة الدلالية في الديوان. وتحرك الذات ما بين اعترافها الظاهري بانها خاوية او مرتبكة، وايضا ربما تحاول ان تناوش افق القضايا. لانه اذا نظرنا مثلا، وهو امر طريف ايضا، الى صفحة 39، سنجد أن أسامة قد قام بفعل إبداعي جسور يتمثل في أنه استطاع أن يعكس لذاته التي تبدو أحيانا مهمشة ومرتبكة كما أشرت. فإذا به يكترق 99 صفة. أنا العشوائي الحالم اليائس الأحمق الرزين الشهواني العفيف، يحيل إلى فكرة أسماء الله الحسنى، أن الشاعر يحاول أن يناوش ذلك الأفق ويعيد إنتاجه وفقا لقصور الذات الإنسانية، لا يدعي التعاظم بالرغم من الظاهر الذي يشي بتدفق الإيقاع، وربما هو حاول أيضا أن تكون أن يكون الإيقاع مسوقا لنمط الصياغة والتوالي. فإذا به يختم بأنه هو الشقي السعيد الطيب الشرير العدو الصديق الواضح المبهم ذو العثرات والخطايا. ففي إدانة تقود هذا الفعل من محتواه التراكم الذي صنعه من خلال تبني هذه الصيغ، استطاع أن يقوضه من محتواه ويظل محافظا على صدق البوح وإخلاصه في حالته الراهنة. في الومضات الحقيقة هناك تيمات تستدعي التأمل والوقوف، وتشكل في تصوري الشخصي أعمدة متعذرة برؤية معينة تشكل جوهر الديوان. أولا، ممكن نلمح تيمة إعادة صياغة العالم على مستوى الفضاء الكوني والعلاقات الاجتماعية وحتى اللعب. يعني مثلا لو احنا خدنا نموذج الرغبة في إعادة صياغة العالم على مستوى الكون، الذي بيقول في نص حل: رسم نجوما مربعة ونجوما مستديرة، ولون السحابة بالأحمر، وضع شجرتين على القمر، وغزالة برأس فاتنة يريدها، لم يرسم سماء تضم كل هذا، وانتظر ليلة تشبه لوحتها. حتى على مستوى اللعب، يعني مثلا حينما يتأمل لعبة الشطرنج نراه يقول كنوع من التغيير العنوان: قال ما رأيك أن نلعب الشطرنج بدون ملكين؟ بعدها بدأنا في زراعة المربعات الخالية وتوظيف الوزيرين
في حراسة في مباني يفكر في إقامتها. إذا كان الأفق هو رغم تسمى في إعادة صياغة العالم وصياغة المفاهيم وصياغة حتى مفاهيم اللعب التي نمارسها، نراه أيضا يحاول أن يعيد تأويل الأساطير القديمة ويفرغها من محتواها. فمثلا نجد في نص مجرد ذكرى صفحة 80، لماذا يتذكر جنية أطلت عليه من شجرة على النهر؟ يجدوها جالسة أمامه في عربة المترو، أو تبيع المناديل على المقهى، فيشاهدها وهي تسحب أصدقاءه وتبتسم له من جديد وتمضي. ليعيد تأويل تيمة الجنية اللي كانت يعني التي اختلفت عن شعراء كبار، يعني نحن نعلم ان دائما حتى صلاح الصبور له نص لما انتصبت وتعرض كالشمعه وتوهج بفرقها بالنور، هذا النص كان يوصف علاقه الشاعر بالجنيه التي تخيره ما بين بقائه في عالم الاحياء الذين يعيشون ربما في مستوى الضروره وبين اخلاصه لعالمها الذي يعني الانفصال عن ذلك العالم. نجد ان اسامه يتحرك وفق مفهوم جديد يعيد فيه تأويل فكرة الجنية وكأنها فارقة الأحلام وتمارس ظلال الغواية، ولكنها تقوم بسحب أصدقائه من عالمه وتتركه وحيدا في العالم، بدلا الصورة النمطية للجنية التي تقوم بسحب المبدع أو الشخص المختلف إلى عالمها وتترك الناس إلى عالمه المعروف. نص آخر هو نص الأسطورة في أيضا سخرية دالة، خرج آخر عفريت من المصباح صار فارغا، هكذا قال الشيخ وهو ينظر البخورة ويوقظ شمعة يكتب تعويذته على ضوئها، والصغير يلوح لجني يقترب من النافذة وحروف تقفز للحائط. أظن يعني دلالة واضحة في فكرة أنه النص ليس دلالة النص ليس إفراغ المصباح من العفاريت، وإنما إفراغ الأسطورة القديمة من محتواها. سوف أتحرك، يعني أنا معي 3 تيمات فقط يعني ولا مطيل، مع تيمة كسر الأفق الرومانسي، لأني من المؤمنين بالطبع أن أي شاعر كبير لابد أن يرى علاقته بالمنجز أو بالموروث السابق ويرى تحولاته. يعني أنا كان لي طرح يعني قلت فيه قبل ذلك أن الرؤى الكبرى والمقولات الكبرى لم تمت تماما، وإنما أخذت أشكالا مغايرة تتفق مع طبيعة اللحظة الراهنة التي نحياها. فأسامة في نص استضافة يقول صفحة كم بس أنا عادي بالرقم غلط استضافة. نفسي مش عارف أنا كتبت بس الرقم غلط، طب قبل ما يجمع أنا أشوف في نص تاني نفس الرؤية برضه مدي مثال اللي هو نص أسئلة. فاستضافة بيقول قرر استخدام صندوق البريد في أعمال جديدة والبحث عن وظائف أخرى تصلح للنوافذ، تحدث مع ماسح الأحذية وسأل عامل المقهى قبل أن يتخلص من رسائله ويترك نافذته لسرب عابر من عصافير على وشك الموت. نص آخر اللي هو نص أسئلة، ماذا لو وجدت الأرض تحت قدمي؟ ماذا لو تآكل الفراغ قليلا؟ ماذا لو تواجدت في بلدان مختلفة في اللحظة ذاتها؟ ماذا لو جئت العالم طفلا من جديد؟ ده يعني ملمح النوستالجيا والحنين للأمل، هو يعرف أنه لا يمكن أن يستعيده. ومن الأمور يعني اللافتة للنظر أنه في تصوري الشخصي أن أي مبدع يظل دائما لديه تصور مضمر لمفهوم عملية الكتابة ومفهوم دور الشعر ودور النقد ودور القصيدة وعلاقته بالمتلقي. ربما أسامة لم يضع ذلك نصب عيني وهو يكتب نصه، وأنتم تعلمون جيدا أن القصائد كما كان يقول بلارمي تصنع من الكلمات وليس من الأفكار.
لكن من يقرأ بعض المقطوعات في ديوان أسامة سيدرك أن هناك تصورا مضمرا. استطاع أسامة أن يوظف فيه فكرة آلية التمثيل الجمالي. فمثلا نص الغرباء صفحة 60 يقول: الغرباء يخرجون من البراويز كل ليلة يبحثون عن طرقات يعرفونها ويعودون في الصباح كما كانوا تماما تاركين كلماتهم في فضاء المدينة بلغة لا يعرفها أحد هنا. تصوري الشخصي أن الغرباء ربما نستطيع وفق منطق الاستبدالي ونحن آمنون بوجود القرينة النصية تاركين كلماتهم في فضاء المدينة أن نحيل الغرباء إلى الشعراء. نص المهووس يظل صورة مبتكرة للشاعر المختلف، ونحن نعلم أن أيضا الشاعر ربما كان في بعض الممارسات هو قرين لفكرة الجنون وفكرة الخروج عن المألوف. فيقول المهووس: وأثاروا السخرية من حكاياته، حاولوا اصطياد طيور تهبط على كتفيه، وطاردوا قطط تمشي معه. لم تكن لديهم الشجاعة على قبول ما يردده كل يوم. في تصوري الشخصي أن هذه المقطوعة تحيل إلى فكرة علاقة الشاعر بالمجموع، وكأنه الشاعر قادر على صنع المعجزات، والمجموع الذي يحاول دائما أن يطفئ وهج هذه المعجزات، ربما على طريقة الجموع القديمة التي كانت تناهض معجزات الأنبياء. مثلا إذا تصورنا مثلا قوم سيدنا صالح عندما قتلوا الناقة مثلا لكي لا تكون دليل لكي لا تكون دليلا على كفرهم مثلا، فهناك رغبة في كفكفة المعجزة أو الشيء المختلف. هم يريدون من ذلك المهووس أن يظل اعتياديا مثلهم وأن يمضي في الطرقات وأن يعيش في مستوى الضرورة ولا ينزع إلى أفق الحرية. نستطيع أيضا أن نرى نص النيام اللي بيتوازى برضه مع فكرة المجموع، تصور أسامة للمجموع وكأنه بهؤلاء النيام ربما هم يعني الذين لا ينتبهون إلى الأشياء المختلفة. في صياغة سريالية أو عجائبية يقول أسامة: هبط تمثال من منصته وترك مصباح عمود الإنارة، أطلقت مومياء صرختها في الفضاء، وخلعت شجرة ثوبها قبل أن تقفز في النهر. لقد حدث كل هذا في لحظة واحدة لم ينتبه المارة خلالها. وكأن السارد الداخلي أو الراوي ضمني في النص يجسد صوت الشاعر الذي يحاول خلخلة سكون الأشياء واستور على منطقة الساكن الراكد، وفي الوقت ذاته يدين هؤلاء الغافلين على التأمل حينما يقول: لقد حدث كل هذا في لحظة واحدة لم ينتبه المرة خلالها. لهذا فهو دائما لا يهتم بالأمور الشكلية والظواهر الخارجية، ويحاول دائما أن يدفع الجوهر في نص أيضا ذو دخيل عجائبي فريد. لا تعلمون الأغنية صفحة 70: ترك المطرب المذياعة جلس على مقعد جوارهم، شاركوه الغناء واندفعت الآلات الموسيقية لتشرب الشاي معه، والموسيقيون سجناء في جهاز أصابه الصمم. في تصور الشخصي أيضا أننا نستطيع أن نمارس لعبة التأويل لندرك أن المطرب ربما يكون الشاعر، وأن الآلات الموسيقية ربما تكون القصائد، وأن الموسيقيون السجناء ربما يكونوا النقاد العاجزين عن تأمل الجديد من الشعر، فيظلون دائما ربما يقيسون الشعر على طريقة محمود درويش حينما قال: إلى ناقد لا تقص كلامي بملعقة الشاهد أو بفخاخ الطيور. وهناك أيضا نص اقتباس الذي يحاول أن يعيد الكرة لفكرة
سلطة الجموع العادية التي هي قادرة على أن تهدى الإبداع للناس. فيقول اختباص: صح هذه سرقة، كرر صيحته. انتبه رواد القاعة وتوقف العرض. كان أبطال المسرحية يرتدون أقنعة تشبه الجالسين تماما ويقلدون أصواتهم. فهنا كأن الجالسين المشاهدين أحق بالبطولة وليس من وليس الممثلين أو المخرجين من يجعلونهم سلعة لعرض مواهبهم لعرض مواهبهم وينالون الشهرة والمجد والمال على حسابهم. ولكن المفارقة بالرغم من كل ذلك أن أسامة على طريقته في الكتابة والمحن يتحرك مع نفي المفهوم مرة أخرى، نفي مفهوم المبدع حينما يتحدث أحيانا عن المبدع قائلا في نص قرر أن يكون مبدعا. قرر أن يكون مبدعا وجد غلافا يحمل حروفا مطموسة وخاويا من الورق، استضافه في حجرته، صار كاتبا منذ تلك الليلة. وصحيح المبدعين والنقاد أحيانا تحدثوا عن المثير الإبداع أنه قد يكون هذه الورقة البيضاء الفارغة، لكن أسامة أيضا يقوض ذلك المفهوم ويجعل الغلاف فقط هو المكتوب، بما يعني أن حتى المتن الأبيض أحيانا يكون غير موجود لكتابة الشعر. ولكن بالرغم من كل ذلك استطاع أسامة أن يكتب شعرا جيدا وأن يجمع في قبضته بين تدفق الشعر وتصميمه الدقيق، وكأنه بذلك يعيد إنتاج مقولة نيتشه عندما كان يتحدث عن الفن الخادم للإلهين ديونيسيوس وأبولو. ديونيسيوس إله المتعة والنشوة، وأبولو إله التصميم والإحكام. شكرا لكم. أو مصادقة مومياوات في المتحف، عرض كوابيسي في دور السينما، صناعة أجهزة للاختفاء عن العابرين. لدي أحلامي الخاصة جدا عن صعود عاصفة درج البيت وإعادة ما نزف من دم إلى أجساد الصغار. لا أفكر في معجزة أو التحول إلى ساحر يخرج بيضات من أصابعه وخطة من أذن أحد المتفرجين. لا أريد للعرائس المتحركة أن تصبح بشرا، فهذا خطر عليها. سأكتفي بوضع أحزمة ناسفة حول الستائر وقنبلة تحت طاولة البار والإبلاغ عن اكتشاف مؤامرة لاغتيال متشرد.